شاهدان والحمد رهيدان والحمد رهيدان والحمد رهيدان والحمد رهيدان بغاي ولدك شاشر على السكان ديال على عمارة عقلين مليون على المسؤولين ديال عمارة عقلين مليون الفاسدين على قبل السكان ديال دوار ولاد سيدي مسعود التابعين لجماعة سيدي حجاج واد حسار اللي حرموهم من الاستفادة وليا من حقهم الاستفادة ومن حق أي مواطن مغربي الاستفادة ليا حق مشروع هو السكان كل واحد عنده السكن ديالو وكل واحد عنده الدار ديالو وكل واحد مزوج وعنده الأبناء ديالهم وكتفاجئوا قائد ديال سيدي حجاج والمسؤولين ديال عمارة عقلين مليون كيحرموا السكان والاستفاده ومرشح ديال الساكنه كيساومهم وكيقول لهم عطوني درجه الملايين ونحضر لكم الاستفاده ديالكم فين هو القانون وفين هو العدل وفين هو الدساتير مطبوخه وفين هو هاد الولاده اللي كتقهرونا به واش هاد الساكنه ماشي من حق الاستفاده اللي جايين كتشردوا فيهم صباح وعشيه وكتخلعوا فيهم الساكنه كامل الرعب ولا راكبها وانا نخلي معاك الرمليه عاوتاني والسكان ديال الروان الرمليه تما كذلك 10 دوار رمليه عليهم بالافراد مهدين بالشبكرين 10 السكان 46 عام ساكن 46 عام ساكن كيجينا الافراق نوبتين في الاسبوع ظلم هذا راه ظلم 6 ايام جات ظلم ظلم على عباد الله 5 ايام كنجي الافراق هذا راه ظلم هذا راه ظلم حكم ما جاش فيه الحكومه جينا للعماله حطينا الدور ديالنا في العماله ما كاينش يطالع بينا ما كاينش يدافع بينا في العمل هاد العمل جينا ليها كيقولوا لنا ما كاين حد ما كاين حد سعاده العميل خاصو يستقبلنا حطوا سيدنا هنا خاصو يستقبلنا حطوا سيدنا الله ينصرو واش راه محكوم علينا بالافراق مرتين في السيمانه فين كاين هاد الظلم عشرة ساكنه ساكنه 45 عام خدامين مع سارحين مع زرعنا ليه عشينا ليه وبالاخر حكموا علينا بالافراق حكموا علينا بالفلوس حنا بحال ما عندنا حنا دراوش ما عندناش حنا سارحين عليه 45 عام وهدونا بالعفراق كل سيمانه يجي العفراق جوج مرات ولادنا مرضوا ما تلاو قراو عيالاتنا راه في السبيطار ما تلاو ما تلاوش مصحتهم هاد الناس عيونا عيونا ما كاينش طالبين هنا جينا عده مرات العماله ما كاينش يدافع فينا ديالهم هاد النار بغا يلوحونا انا كنسكن فوق اكثر من 600 متر وعندنا في الدار وفي امكان ديالي عاد مده 10 سنين هادي ونبيع انا ونتحول من هاد الارض هادي نخرج لارض الوطن ولا نمشي في اي بلاصه
هاد الناس هذا هو الجزاء ديالهم، حنا احتفظنا لهم على ارضهم، هاد الناس ما احتفظوش علينا، هادو من اليوم صبحوا باغي يلوحونا حنا للزنقة، حنا حقنا وخاصنا نستافدوا بحال أي واحد مواطن، كما استافدوا والدينا وهذوك الناس حتى حنا نستافدوا، حنا ما عندناش فين غادي نمشيو، هاد الناس يديروا لنا حل، يديروا لنا حل، حنا ما عندناش فين غنمشيو، غدا ولا متغدا غنديروا ميكانة قدام العمالة، ما عندناش فين نمشيو، حنا ولادنا وهاد الناس كاملين، كل ما هاد الناس متشردين، حنا فين غادي نمشيو، حنا فين؟ فين غادي نمشيو؟ حنا حياتنا كاملة حنا كنعاقق على راسنا زيادة 83 زيادة وخلوق تما كاين في هذيك الأرض، جدودي ووالديا ماتوا تما، والديا خلاو هذيك الأرض محتفظين عليها، حنا بقينا محتفظين عليها، ما بعناش ما درناش كاريانات، باقا أرضنا تما، ساكنين تما، أي واحد هنايا كلشي عنده، اللي ما ساكن ساكن في 120 130 متر، اللي ما عندوش، هاد الناس يديروا معنا حل، يديروا معنا حل، حنا ما عندناش فين غادي نمشيو، ومن حقنا نستافدوا، من حقنا نستافدوا الاستفادة ديالنا، ما كاينش شي واحد غيحيدها لينا. الاستفادة ديالنا كيبيعوا من واحدين اخرين، حنا ما عندناش فين غادي نمشيو، يديروا معنا حل، تحية نضالية. بيجي كمالة بشطان، بيجي كمالة بشطان، بيجي كمالة بشطان، بيجي كمالة بشطان، بغيت ديال خبار سخان، بغيت ديال خبار سخان، بغيت ديها في التليفون، بغيت ديها في التليفون، وكل لهم صامدون، وكل لهم صامدون، وكل لهم مستمرون، وكل لهم مستمرون، بيجي كاي جرا ويطيح، نضرب محالتها ساكنه معاده مستقره ودارها بوليداتها، ملي كيجيو اليوم كيقولي سير مع بوك، مريبو الوالدين وكيقول لي كيهدوه كيقول لي راه ما غنعطيوكش استفادوكش الافراغ ديالك تدي معك ولادك، راه مستحيل هاد الشيء، واش انا بداري نمشي مع با برا ما كنعرفو ما كيعرفني، انا بمحالي تما نموت تما نموت، وانا يريبو عليا تما نموت، راه ما استمانيتش ما خرجيش من تم، هاد الناس كاملين راه مضرورين بمحالاتهم، ولي ما كيقول فين كنتي انا راه 2006 تزوجت هما كيكر فين 10 داز لي حصا، علاش ما حصاونيش؟ داكشي راه باين، لا ما بقاو نقولوا فلان 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 فلان، داكشي راه باين، هما عارفين شكون مالي هاد الشيء اللي دايز في 2010، عارفين شكون اللي مدوزو، ماشي حنا اللي مدوزين لي حصا، هما اللي مدوزينو، هو من حقه يجي عندي داري يدق عليا، يقول لي فلان جات عندك حصا، داز محالي، ما تقانيش عاود يجي عندي، ماشي قال لك فين كنتي قدام اللي كنحصيو، واش انا غنمشي عندو؟ وداكشي ما على بالناش حنا، لي حصا ديال 2010 ما داش عندنا، داز على الناس الكبار اللي عارفين القد 100 ما داروش، كيقيدوا اسمان اللي عارفين في بوخهم، كيقيدوا باش يدق على الديار ما داقش، ولاو دابا يتبدوا راسهم كيقول حنا ما دوزناش هو هذاك، درا داكشي ما كاملش، اليوم كنطالبوا باللجنة ولا بالمسؤولين يخرجوا يحصيوا هاد الناس، راه ما يمكنش نوضوا نلوحوا هاد الناس نشردوهم، وبلا الدولة ماشي بهاد شي واحد يخرجنا ولا بلا الدولة كابرين تما زايدين ولادنا تما والدينا زايدين تما كان اللي موتين اللي والدي تم مستحيل وعيب وعار وعيب عيب يا عمال يا مسؤول يا عمال يا مسؤول وهادشي ماشي معقول وهادشي ماشي معقول وفين الحق فين القانون وفين الحق فين القانون وانا بحقي ما نسمع وانا بحقي ما نسمع جرائمكم غرفنا جرائمكم غرفنا وقلناها ونعاودوها قلناها ونعاودوها وكلمة حق ما نفوتوها كلمة حق ما نفوتوها وهي كلمة واحدة وهي كلمة واحدة والعمالة الفاسدة العمالة الفاسدة وهاد الدولة فاسدة وهاد الدولة فاسدة وكتقمع الفقراء وكتقمع الفقراء وكتحمي الشفارة وكتحمي الشفارة أنا مغربي أنا أنا مغربي أنا أنا مغربي أنا أنا مغربي أنا الهوية والسلالة الهوية والسلالة شوفي ما مزوجتش في 2010 مزوجتي في 2014 واستافدوا حتى حنا من الحق كنضربوها بحق ما كنضربوش شي حاجة غير مشروعة وعاش الملك هنايا حنا ضررنا بزاف رجالاتنا ضاعوا في الخدمه ديالهم حنا ضاعنا ولادنا ولاو مساكن كنا حنا كنطالبوا كمواطن عطيونا كما الناس عطاو الاولين حتى حنا عطيونا هادشي كنقول وعايش الملك بانه يدير لنا حقنا باش ما نضيعوش ولادنا راه حنا تشردنا وحشومه عليهم وعيب وعار يا اما الحل يا اما يرحل هادشي اللي كنقول كنخرج نخدم ب 600 ريال في الميناج اش غدير لك غتوكل لك غتخلص ما غتخلصك الضو وغادي اش غتخلص لك اغلبيه ديال الناس مراد راجلي انا مريض دابا مريض ما كيقدش يخدم انا كنمشي عند مرا نضرب الميناج ب 600 ريال اشنا هي 600 ريال اش غدير هي غتكري ليا غتوكلني غتشربني ما عندها ما دير ليا انا العيان مريضه دابا
مريضه ما عادش نمشي عند وحده يعطونا حقنا باغي الاستفاده. الا تلحنا الا تلحنا ما عندناش نغمشي. عندنا الحق انا مواطن. الا تلحنا ما عندناش نغمشي. والى الشارع الى الشارع ما عندناش نمشي. انا مواطن عندي حق. انا مواطنين ما عندناش نلوحونا ما عندناش نتلاح. واخا نموت تمو نعيشو راه ما عندناش نتلاح. الا بغاونا نموت راه بغاونا ميتين. خرجنا ميتين من تما ميتين ما عندناش باش نعيشو. ولا حاجه ما عندناش نمشي. هادشي راه حشومه وعار عار وحشومه. حنا لا ما عندنا لا حق لا قانون. واخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.